تطبيقات إسلامية رمضانية مفتوحة يجب أن تتوفر في هاتفك. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. تطبيق أدم برو من أفضل التطبيقات المفيدة والمميزة في شهر رمضان، حيث أنه يقوم بتنبيه مستخدميه بحلول أوقات الصلاة بشكل دقيق، وذلك من خلال الاعتماد على موقعهم الجغرافي والمواقيت المستخدمة فيه. ومن مميزات التطبيق أيضا أنه يحتوي على العديد من أصوات المؤذنين العذبة في العالم الإسلامي. يهتم هذا التطبيق بعرض أوقات الآذان والإقامة للصلوات، كما أنه يساعد مستخدميه على تحديد اتجاه القبلة. يتميز تطبيق أذن برو باحتوائه على خلفيات ذات طابع إسلامي لاستخدامها داخل التطبيق، كما أنه يتيح إمكانية حفظها على أجهزة المستخدمين، بالإضافة إلى أنه يتميز بعرض أذكار قبل وبعد الصلاة. يوفر التطبيق واجهة باللغة العربية والإنجليزية مع عدة لغات أخرى. تطبيق ذكرني. يعد تطبيق ذكرني واحد من أفضل التطبيقات المفيدة في شهر رمضان، وذلك لأنه يشتمل على الكثير من الأذكار والأدعية الصوتية كما وردت في حصن المسلم، مما يؤدي إلى مساعدة مستخدميه في الحفاظ على قراءة الأذكار بشكل يومي. ومن مميزات هذا التطبيق أيضا أنه لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت عند تشغيله، كما يتميز بأنه يضم 8 أوجه للأذكار والأدعية التي يحتاج إليها المسلم في جوانب حياته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق يتميز بتوفيره محرك بحث عن الأذكار سواء من خلال العنوان أو المحتوى. يتميز التطبيق أيضا بأنه يتيح لمستخدميه إمكانية سماع الأذكار والأدعية بشكل مرتب، مع توفير إمكانية تكرار أي دعاء. كذلك من مميزات التطبيق أنه يعرض للمستخدم وقت وعدد مرات إتمام القراءة. تطبيق زاد الصائم. يعد تطبيق زاد الصائم واحد من أفضل التطبيقات المفيدة، حيث أنه يقدم العديد من الخدمات الرائعة التي يحتاج إليها كل مسلم على منهج أهل السنة والجماعة. من مميزات هذا التطبيق أنه يحتوي على مصحف كامل مع أهمية الأذكار اليومية والرمضانية. التطبيق أيضا مزود بخاصية البوصلة حتى يساعد المستخدمين على معرفة اتجاه القبلة. أيضا يهتم تطبيق زاد المسلم بتذكير مستخدميه بأوقات الصلاة اعتمادا على موقعهم الجغرافي. يتميز التطبيق أيضا باحتوائه على ميزة تنظيم الوقت مع ميزة التسبيح بالأصوات الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيق يدعم استخدام اللغة الفرنسية والإنجليزية. تطبيق آيبراي. يعد هذا التطبيق واحد من أفضل التطبيقات المميزة للاستخدام في شهر رمضان، حيث أنه يتيح لمستخدميه تذكر أوقات الصلاة وحساب وقت الصيام ومعرفة موعد كل من السحور والإفطار. ومن مميزات هذا التطبيق أيضا أنه يضم جميع الصلوات وحتى موعد صلاة القيام. يتميز التطبيق باحتوائه على واجهة مميزة تتيح للمستخدمين معرفة التاريخ الهجري، مساعدة المستخدم في التعرف على موعد بداية رمضان، العيد والحج وغير ذلك من التواريخ المهمة. كما يتميز التطبيق بعدم احتوائه على الإعلانات، ويعرض التطبيق مواقيت الصلاة بطريقة ملونة حتى ينبه المستخدم إلى موعد انقضاء الصلاة. تطبيق حقيبة الصائم في رمضان، والتي يمكنك اصطحابها خلال شهر رمضان، ذلك لأنه يشتمل على كل ما يحتاج إليه الصائم من فتاوى ونصائح طبية وتوجيهات إيمانية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على قسم خاص بالنساء، كما أنه يضم أكثر الأسئلة الشائعة في رمضان وحكمها على لسان علماء الدين. يتميز التطبيق أنه مجاني ومتاح لجميع الأعمار دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، كما يتميز أيضا بأنه يقدم للمستخدمين مواقيت الصلاة بشكل يومي حسب موقعهم. بالإضافة إلى أن التطبيق يتميز باحتوائه على النصائح التي تساعد المستخدم على اكتساب فضل ليلة القدر، وكذلك إرشادات عند صيام الستة أيام من شوال. أيضا يتميز التطبيق بأنه يضم الوسائل التي تساعد المسلم في المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. تطبيق ختمة القرآن. يندرج تطبيق ختمة تحت قائمة أفضل التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها خلال شهر رمضان، وذلك لأنه يساعد العديد من الأشخاص في المداومة على ختم القرآن الكريم بشكل دوري. يتميز بأنه يضم بداخله المصحف بجودة عالية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يدعم إمكانية تنبيه المستخدم بوقت القراءة، وذلك من خلال منبه صوتي.
إشعار على شاشة القفل. يتميز التطبيق بأنه يوفر إمكانية عرض الأوراد السابقة واللاحقة للمستخدم حتى يساعده في التعرف على موعد إنهاء الختمة. تطبيق المصلي يقدم العديد من المزايا الرائعة التي تساعد مستخدميه على أداء العبادات في أوقاتها. يتميز هذا التطبيق باحتوائه على شاشة فنية رائعة تتغير حسب الوقت، ويظهر فيها العديد من الأذكار المتنوعة التي تجعل لسان المسلم رطبا بذكر الله. كما يتميز بأنه يضم أداة اتجاه القبلة التي يتم عرضها بشكل بوصلة بسيطة، بالإضافة إلى خاصية القبلة المرئية التي توضح للمستخدم اتجاه القبلة على الخريطة والمسافة بينه وبين الحرم. إضافة إلى ذلك، فإن التطبيق يدعم مواقيت الصلاة لأكثر من 250 ألف مدينة عالمية. يهتم التطبيق بوضع التقويم الهجري والميلادي في مكان واحد، كما يهتم بعرض أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تقال بعد كل صلاة كما وردت في السنة النبوية. كذلك يتميز التطبيق بأنه يشتمل على إمساكية شهر رمضان مع منبه وقت الإفطار والسحور. وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن تعطوني آراءكم في التعليقات حول أي من هذه التطبيقات قد نالت على إعجابكم. أيضا ما رأيكم في عمل جزء ثاني حول التطبيقات المفيدة في شهر رمضان؟ وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله. دعاء الأول: اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين، وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين أجيب إليك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك. اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين. الدعاء الثاني: وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام. اللهم حبب إلي الإحسان وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم علي سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. الدعاء الثالث: اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين. الدعاء الرابع: اللهم وافقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه وهدي موافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقضي لي الحوائج والآمال. الدعاء الخامس: اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، وافتح لي فيه أبواب جنانك، واغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك.